يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين القناة الأولى. دلوقتي جي معادنا مع برنامج ترانز اللي بيكون معاكم كل يوم أربع الساعة 7. طبعا زي ما عودناكم احنا جايبين كل أخبار الأسبوع اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. تتويج الملك، السوبر يتصدر الترند، عودة سيلين ديون. يمكن أكتر حدث شغل الناس على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت كان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وطبعاً كعادة السوشيال ميديا كان أغلب اهتمام الناس بلبس الأميرات والمجوهرات الملكية، ولكن كمان شفنا كلنا كلام كتير جداً عن الأميرة الراحلة دايانا، ويمكن الأميرة دايانا كانت زي ما بيقولوا كده الحاضر الغائب في حفل التتويج ده، خصوصاً لما ظهرت الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة ولي العهد الأمير ويليام وهي لابسة حلق من مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا كنوع من التكريم ليها. وكان كمان من الحاجات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا هي عربة التتويج الملكية وتاج الملكة إليزابيث واللي اتعمل عليه بعض التعديلات وإضافة عدد من مجوهراتها علشان ترتدي الملكة القرينة كاميليا. God save the king! God save the king! أكيد طبعاً كانت مباراة السوبر المصري واللي اتلعب في الإمارات يوم الجمعة اللي فاتت واحد من أكتر الموضوعات اللي لسه متصدرة الترند لحد النهاردة، وده بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة الـ13 في تاريخه. من أكتر الحاجات اللي اتكلم عنها الناس على السوشيال ميديا والمتعلقة بالماتش كانت حفل تامر حسني واللي أقيمت في ملعب المباراة قبل بدايته مباشرة، وطبعا كان انسحاب نادي الزمالك من المباراة واستبداله بنادي بيراميدز من الموضوعات اللي شغلت الناس جدا واتكلموا عليها كتير. وطبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا في البطولة الافريقية مع نادي الترجي التونسي يوم 12 اللي جاي، واكيد بنتمنى التوفيق للاهلي وانه يقدر يوصل لنهائي البطولة ويحقق اللقب. ومن الموضوعات اللي تصدرت الترند عالميا مش مصر بس كان اعلان المطربة سيلين ديون عودتها للغناء مرة تانية واطلاق عدد من الاغنيات الجديدة، وده لاول مرة طبعا يحصل بعد الاعلان عن اصابتها في ديسمبر اللي فات بمتلازمة عصبية نادرة جدا اسمها متلازمة الشخص المتيبس، وده المرض اللي بيخليها مش قادرة انها تقف او تتحرك وكمان بتواجه صعوبة في الغناء طبعا، وده مرض بيصيب واحد كل مليون شخص وبينتج عنه كمان تشنجات كتير. وعن الألبوم الجديد بتاعها فهو اسمه Love Again، وهيضم أعمال موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه وبينهم خمس أغاني جديدة، وهيكون فيه برضو عدد من الأعمال القديمة لسيلين ديون، والمفروض أن الألبوم هينزل الأسواق يوم 12 مايو اللي جاي، وده طبعا في نفس وقت عرض الفيلم في دور السينما العالمية. طبعا كثير مننا متابع اعمال الحوار الوطني خلال الايام دي، بس من متابعتي للسوشيال ميديا لاحظت انه اغلب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عندهم انطباع او فكره معينه عن الحوار الوطني، بمعنى انه اغلب الناس عندهم تصور ان ده حاجه معموله للنخبه او للتيارات السياسيه والاحزاب فقط، ولكن الحقيقة إن الموضوع مش كده خالص، ده مجرد جزء من أهداف الحوار الوطني، لأن الحوار الوطني هو حوار وفكر وكل سؤال ممكن يخطر في عقل كل مواطن مننا.
لان انا مثلا هنلاقي انه في لجان في الحوار الوطني هدفها تحل مشاكل ليها علاقه بالمواطن العادي في حياته اليوميه، زي مثلا لجنه التضخم وغلاء الاسعار، وهنلاقي لجنه ثانيه زي العداله الاجتماعيه ولجنه الزراعه والامن الغذائي ولجنه المحليات. ويعني باختصار كده الحوار الوطني حاطط مشاكل المواطن في اولوياته، والموضوع مش متعلق بس بالمشاكل السياسيه. وعشان نعرف اكتر عن الموضوع وازاي الحوار الوطني هيأثر في حياه المواطن العادي وبيحاول طبعا ان هو يحل مشاكله، هيكون معانا دلوقتي مداخله على زوم مع النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ومقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك، بتشرف بوجودي معاكم يا فندم. واحنا اكتر، ميرسي جدا على المداخله. من وجهه نظر حضرتك، ليه شايف ان الناس دايما بتفتكر ان الحوار الوطني هو بس للاحزاب او للسياسه عامه وانه مش للمواطن العادي؟ هي الفكره لما ربنا وفقنا في شهر 9 اللي فات وتم اختيار اللجان المختلفه، احنا 19 لجنه منهم لجنه الشباب اللي انا بتشرف ان انا مقرر عنها، كان السؤال اللي احنا سالناه للامانه الفنيه واعضاء مجلس امناء هو احنا هنتكلم في ايه بالظبط؟ هل في السياسه بس، ولا هنتكلم عن فعلا المشاكل اللي بتخص كل مواطن مصري، من اقتصاد، من مشاكل مجتمعيه؟ كانت الاجابه ان هم خلال الفتره اللي فاتت تم تقسيم الحوار الوطني لثلاث محاور رئيسيه. محور السياسي، فلو اي حد عايز يتحدث عن التحديات والمشاكل اللي بتواجه السياسيين في مصر هنتكلم عن كل ما يتعلق بالسياسه. وتحتيها خمس لجان مختلفه. ولو هنتكلم عن مشاكل اقتصاديه هنتكلم عن 8 لجان بتتكلم عن كل حاجه ما تخص المحور الاقتصادي. ولو في مشاكل مجتمعيه زي التعليم، الصحه، الزياده السكانيه ومنهم لجنه الشباب هنتكلم عن 6 لجان خاصه بالمشاكل المجتمعيه اللي بتخص كل مواطن مصري. فهو ده الاجابه على حضرتك، ان مش سياسه فقط، لا في كمان اقتصاد، في كمان مشاكل مجتمعيه. مظبوط. طيب بما ان حضرتك مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، ايه هي اهم المقترحات اللي اتقالت تخص الشباب وخصوصا في موضوع البطاله؟ عايز اقول لحضرتك احنا خلال الفتره اللي فاتت من شهر 10 لحد اول امبارح احنا زرنا اكتر من جامعه اهليه وجامعه حكوميه وجامعه خاصه وكمان معاهد فنيه وتكنولوجيه عشان نسمع شباب الجامعات محتاجين ايه، وكمان نزلنا على القهاوي ورحنا القرى والنجوع عشان نقول لشبابنا في مراكز الشباب وفي الأندية. فأكتر من مكان بصراحة تشرفنا أن احنا زورناهم خلال الفترة اللي فاتت، وما زالت الزيارات مستمرة عشان نقول سؤال مهم: أنتوا محتاجين إيه من لجنة الشباب بالحوار الوطني؟ إيه المشاكل اللي أنتوا بتتعرضوا ليها؟ كانت أول حاجة وأول تحدي الشباب كانت بتقوله: أنت عشان خاطر حضرتك تهتم بالشباب افصل وزارة الشباب عن الرياضة. فكان طموحات الشباب رايحة أن الحكومة منها وزارة الشباب والرياضة يبقى في فصل تام عنها. فلما سألناهم ليه عايزين تفصلوا وزارة الشباب عن الرياضة، كانت الإجابة أن في شباب الجامعات بيتطوع في أكتر من ملف مع مؤسسات مجتمع مدني، والمؤسسات دي تابعة لوزارة اسمها التضامن الاجتماعي، فليه ما يبقاش اسمها وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي ما دام فيها عمليات تطوعية؟ في شباب مثقف جدا وبيشتغل في عالم الثقافة، فليه ما يبقاش اسمها وزارة الشباب والثقافة؟ تكنولوجيا المعلومات، فليه ما يبقاش في وزارة الشباب والاتصالات؟ اللي أنا عايز أقوله والشباب قالته إن الموضوع مش معتمد على رياضة فقط لا غير، معتمد على ملفات كتيرة بتخص الشباب. فكان فكر الشباب إن هو يبقى وزارة منفصلة قائمة بذاتها أو يبقى مجلس قومي بيدعم كل شباب مصر. لما سألناهم بقى في التحديات اللي بيقابلوها قال لك عشان تقدر تبني سياسي وكادر شاب يقدر يخدم المجتمع سواء في المجال السياسي أو المجال المجتمعي، عمرك ما هتقدر تبني الشاب ده إلا لما يهتم بالدولة، تهتم بحاجة اسمها اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية. فدي على مائدة لجنة الشباب في الحوار الوطني: رجوع الانتخابات، تغيير اللائحة، يبقى بدل تبقى لائحة وزير النهاردة متواجد وزير بكرة يغيرها. كان الشباب بتفكر في مشروع قانوني يقدم لمجلس النواب يتم دراسته لانتخابات اتحادات الطلبة مش في الجامعات فقط، كمان للمدارس. وابتدوا يقولولنا ان في فصل ما بين اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية. عايز اقول لحضرتك ان اي ملف بيهم كل مواطن مصري هتلاقي الأنشطة الطلابية داخل الجامعات بتشتغل على الملفات دي. شفنا شباب بتتكلم في الصناعة، صناعة عربيات وعجل وغواصات. شفنا شباب بتتكلم عن الملف البيئي، شفنا شباب بتتكلم عن نماذج المحاكاة بمختلف أنواعها. شفنا شباب بتتكلم عن ريادة الأعمال وملف البطالة والتحديات اللي بيواجهوها.
بس الشباب دي كلها كانت جوه الجامعه بتواجه تحديات. ايه التحديات؟ الموافقات اللي المفروض دكاتره الجامعه يدوا لهم الموافقه عشان يقدروا يكملوا في النشاط. فللاسف شباب كتير جدا بتتجه ان هي بتشتغل من ورا الجامعه، فده طبعا تحدي كبير طبعاً. جدا ومشكله كبيره، ان ممكن مؤسسات مجتمع مدني يعني للاسف مش عايزه تنمي من الشباب، لا ده عايزه تدي دورات تدريبية بصورة ان هي بدل ما ينتموا للدولة المصرية، لا ده يقللوا كمان من انتمائهم للدولة المصرية. وده كان بيحصل خلال فترات فاتت، فاحنا مش عايزين نرجع للفترات دي. التوصية الرئيسية للشباب: عدل قانون اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية، اهتموا بأفكارنا اللي متواجدة داخل الجامعات وخلي الجامعة تبقى متفاعلة معانا أكتر وأكتر. ده مش معناه إن في جامعات ما بتتفاعلش، أنا بشكر كل الجامعات اللي مهتمة بفكرة اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية، بس أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا جامعات أهلية وحكومية وخاصة ومعاهد، لازم ده كله يتحرك لما يبقى في مشروع قانون الشباب هي اللي هتقدمه خلال جلسات الحوار الوطني في لجنة الشباب. طب النائب احمد فتحي، حضرتك بتكلمني دلوقتي بالنسبه للشباب، ايه هي المشاكل اللي بتمس حياه المواطن العادي الحوار الوطني بيحاول ان هو يحلها؟ الحاجات اللي انا يعني لما نزلنا برضو الشباب كانت بتقترح لحياه المواطن بقى ان في عندنا مشكله رئيسيه بتواجه كل الساده المواطنين، غلاء الاسعار طبعا. فكانت الشباب بتتكلم بتقول ان احنا عندنا برضو مقترحات عايزين نقدمها في اللجنه الاقتصاديه، وفي محور رئيسي متواجد على ازاي غلو الاسعار وازاي اللجنه وزمايل المحترمين سواء المقررين او المقررين المساعدين في اللجنه هيبتدوا يواجهوا ويحلوا مشكله زي دي. عشان انتوا برنامج مهتم بالترند، فالترند دلوقتي اللي موجود هو احنا كل يوم في زياده في الاسعار، سواء بقى اسعار السلع، اسعار العربيات، كل ما يتعلق بالشراء اليومي هو في تزايد مستمر. ازاي الدوله المصريه هتطلع توصيات من خلال الحوار الوطني ترضي المواطن المصري؟ فده زمايلي في المحور ده شغالين عليه، وان شاء الله يطلعوا بتوصيات ما تقدر تقول ان احنا فعلا من خلال الحوار الوطني قدرنا نحارب مشكله غلو الاسعار. يمكن أكتر حاجة شفنا الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا خاصة بالحوار الوطني هي الإفراج عن المعتقلين، واللي لحد دلوقتي حصل إفراج عنه عن ناس كتيرة منهم فعلا بالفعل، بس برضو عايزين نعرف إيه هو الجديد. الجديد إن زميلي في لجنة العفو الرئاسي بصراحة عملوا مجهود محترم جدا خلال الفترة اللي فاتت، اشتغلوا على إن فعلا في طلبات كتيرة جات لنا من الأحزاب السياسية المختلفة ومن السياسيين إن لابد من الإفراج يعني دلوقتي مش بكرة، عشان خاطر نقول إن في حوار وطني بجد. وفعلا أكتر من 1400 مواطن خرج خلال الفترة اللي فاتت، بس إحنا عندنا محور رئيسي في لجنة الشباب وده هيكون مع المحور السياسي هو فكرة التمكين السياسي للشباب. أنا عايز أقول لحضرتك هو سؤال مهم: ماذا بعد ما الشباب دي خرجت؟ المجتمع المصري هيستقبلهم ازاي؟ بالزبط. هل هيقدروا يرجعوا لشغلهم ولا لا؟ اهاليهم نفسهم لازم يكونوا فخورين بيهم، طبعا اكيد في كل الاحوال هم فخورين بكل حاجه هم بيعملوها، بس السؤال دايما بنساله الشغل رقم واحد عشان يبقى في مصدر رزق داخل بيهم. ممكن يقول لك لا ده خلاص كان محبوس وايا كان عنده راي مخالف او بس المجتمع مش متقبل ده، لا طبعا لازم نشوف توصيات من خلالهم هم كمان. هم في منهم طبعا شرفونا في الجلسه الافتتاحيه وكانوا كلهم بيتحدثوا عن بقيه زمايلهم ان هم لازم يخرجوا، وده احنا بنشتغل على توصيات هامه اللي هي تقدر تخدم الملف ده عشان فعلا الفتره الجايه لو حد عايز يوضح ويقول رايه اهلا وسهلا ما فيش اي مشكله قول رايك، بس الفكر كله بدل ما الناس ممكن تقول ارائها واهلا وسهلا بكل اراء. يعني مثلا احنا في تنسيق شباب الاحزاب السياسيين عندنا اكثر يمين لاكثر يسار وكلنا متواجدين ونقعد على مائده واحده عشان نقدر نطلع بمشروع قانون يخدم كل الساده المواطنين خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره الجايه. ده اللي بيحصل من خلال التنسيقيه. طيب خارج التنسيقية هناك الكثير والكثير من شبابنا عنده أفكار تانية وعنده تطلعات تانية مش شرط تكون متفقة مع أفكار الدولة. فخامة الرئيس كان بيقول إن الاختلاف للرأي لا يفسد الوطن قضية، فهو حتى فخامة الرئيس بيقول في اختلاف في الرأي فأهلا وسهلا بكل الآراء،
لما دام القصه ان في شباب بتتكلم عن اراء مختلفه، احنا لازم سواء في لجنه الشباب او في اللجان التانيه نسمع ارائهم المختلفه دي. امال ليه اسمه حوار وطني؟ بس المشكله بقى مش في الحوار الوطني والتوصيل، الفكره في التطبيق ما بعد الحوار الوطني. ده مهم جدا وهيحصل كمان الفتره الجايه ان شاء الله، ان يبقى في كيان محترم يستقبل كل الشباب دي كلها، يتم تدريبهم على اعلى مستوى كمان باختلافات ارائهم، نسمع اختلافات ارائهم كمان. اللي اكتر من ده يبقى فيهم يوم تمكين سياسي هما كمان، هو وده واحد رايه سياسي، هل ممكن يقدر ينزل انتخابات محليات، يقدر ينزل انتخابات شعب نواب او شيوخ خلال السنتين الجايين ولا لا؟ دي كلها اسئله مطروحه عندنا في لجنه الشباب وايضا مع المحور السياسي، عشان يبقى فعلا في تمكين حقيقي للشباب اللي خرج خلال الفتره اللي فاتت. نائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، بشكر حضرتك جدا على المداخله. شكرا جزيلا. شكرا لتحياتك. وبكده تكون خلصت فقره سكوب. خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. وده معادنا مع فقره السوشيال لاب ونجمه السوشيال لاب النهارده ايمان العاصي. اللي نجحت وتصدرت الترند من خلال دورها وتألقها بشخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة. تعالوا نشوف إيمان العاصي بتعمل إيه على السوشيال ميديا، وحنبدأ من الإنستجرام. فبيتابع إيمان 5,200,000 فولوور، وهي عاملة فولو ل 1612 أكاونت، معظمهم نجوم من الوسط الفني وبلوجرز. ولأنها متفاعلة بشكل كبير على الإنستجرام، فلقينا أنها نشرت لحد دلوقتي أكتر من 870 بوست. طبعاً معظم الصور كواليس من أعمالها الفنية، ولكن لاحظنا أنها بتحب جداً أنها تشارك الجمهور بصور ليها بلوكس مختلفة وجريئة. نشرت أكتر من 200 صورة، وخصوصاً سيلفي المراية. لقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة ليها وهي بتصور نفسها قدام المراية. غير إطلالاتها في المهرجانات الفنية، فلقينا أنها نشرت أكتر من 30 صورة ليها على الريد كاربت. وطبعاً لاحظنا علاقتها القوية ببنتها ريتاج، ولقينا أنها نشرت أكتر من 20 صورة ليها هي وبنتها، وهم بيحبوا دايماً يعملوا فيديوز مع بعض على التيك توك. فتعالوا نشوف أخبار التيك توك إيه. بيتابع إيمان العاصي 206,000، أما هي فبتتابع 765 وحققت 233,000 لايك على التيك توك. طبعاً الفيديوز بتاعتها مع بنتها بتتصدر السوشيال ميديا دايما وبيكون عليها فيوز عاليه، وكمان هي بتحب تعمل فيديوز على التيك توك. ونروح كمان للفيسبوك، بيتابع ايمان العاصي 3,500,000 متابع، وهي بتتابع 7 بس، منهم الفنانه هاله صدقي، مي كساب، والمخرج محمد سامي. وبكده نكون عرفنا ايمان العاصي بتعمل ايه على السوشيال ميديا. من كام يوم كان في حدث عالمي يخص المهتمين بالموضه اسمه المات جالا. الحفل ده بيكون زي حفل الاوسكار كده، ولكن في مجال الازياء والموضه، وكل سنه بيحصل في قاعه حفلات متحف متروبوليتان للفنون في مدينه نيويورك في اول 2 من كل شهر مايو. الحفل ده بيجمع مشاهير العالم بهدف جمع التبرعات للمتحف، وطبعا كالعاده كل سنه الحفل ده بيتصدر الترند عالميا وبيقلب السوشيال ميديا. وعشان نفهم اكتر ليه الحدث ده بيكون الاهم والاضخم وكل المشاهير بيحبوا يشاركوا فيه، معانا النهارده الفاشن ديزاينر وناقد الموضه محمد كمال. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ اهلا بيك. محمد، اول حاجه هسالها لك دايما، ايه هي المات جالا؟ اشرح لنا. المات جالا حفل خيري مرتبط متحف المترو بوليتان، بيتعمل عشان جمع التبرعات اللي بتتصرف على تعليم الازياء والازياء والموضه، ويعتبر ده بيتسمى الاوسكار بتاع الموضه على مستوى العالم، يعني يعتبر ريد كاربت يعني. مشير العالم بيجي لهم دعوات عشان يحضروا الميت جالا، بيبقى مخصص موضوع، الموضوع ده هو اللي بيدور حواليه الازياء او الفيلم بتاع الموضه في الحفلة المخصصة دي. يعني مثلا أنا أعتقد في 2018 كان الحفلة كانت بتدور حول الأديان. أوكي. رموز الأديان بيتاخد منها تصميمات بيتعمل فيها، وممنوع الخروج عن المحور ده، بقى فيه انضباط وقواعد صارمة جدا للتصميم. يعني السنة دي كان وفاء طبعا للمصمم العالمي الألماني كارل جيرفيلد، فكان الملابس كلها يا إما من تصميماته أو مستوحاة من التصميمات بتاعته. في 2023 اعتقد كل الممثلين او كل النجوم اللي كان متوجه لهم الدعوه ان هم يحضروا
الحفل ده التزموا بالتصميمات بتاعته أو بحاجات هو كان بيحبها زي القطة بتاعته وهنشوفها طبعا بعد كده، وبعض التصميمات المستوحاة من تصميم كارل لاجرفيلد. يعني في ناس كتير قوي هما بيتفرجوا بيقعدوا يقولوا في كل بيت مصري، يعني هو ايه الفستان الغريب ده او ايه الكاستيم اللي هما لابسينه، ازاي حد يلبس كده في حفله؟ فانت دلوقتي وضحت لنا ان هو مش فكره ان انت بتلبس فستان حلو عليك او بدله حلوه عليك، انت بيبقى فيه زي ثيم او بيكون فيه زي ان هما زي الدعوه بيكون مكتوب فيها ان هما الافكار ايه اللي هما لازم يلبسوا من خلالها. لا تعتمد على الاناقه، بتعتمد على الفكره بالظبط. يعني مش لازم تلبس احسن حاجه، بس تلبس حاجه ملتقى بالفكره اللي موجوده في الحفل. طيب من وجهه نظرك ليه كل سنه لما بيجي الحفل ده وقته الدنيا بتتقلب على السوشيال ميديا؟ اولا الاحتفال ده تاريخي، يعني من اعتقد من سنه 48 المنظمين بتوعه مجله فوج المديره بتاعتها انا وينتر، ودي اعتقد من اعظم الشخصيات على مستوى العالم في الموضه، يعني اعتقد مجله فوربس حددتها او ادتها من افضل 100 شخصيه على مستوى العالم تاثيرا. يعني فالتنظيم في غايه الصرامه، في غايه القوه، في غايه الشهره، مش اي حد بيتوجه له الدعوه. اللي بيتوجه له الدعوه مره وما بيجيش ما بيروحش تاني، خلاص بيتحط في بلاك ليست. انا بتحطه في بلاك ليست، ما بيحضرش تاني الدعوه دي. مش فوق بس، كل مجلات العالم، كل مهتمين بالفاشون لازم بيبقوا عينيهم على الحفل ده. بلس طبعا ان زي ما بيقول الدعوه غاليه جدا، يعني مش دعوه، التذكره نفسها بتبقى غاليه جدا. اعتقد كان من سنتين كانت معديه ال 100,000 دولار، يعني فاعتقد انت بتتكلم في مبالغ هائله. يعني طبعًا. يعني اعتقد من سنتين او من ثلاثه كانت معدي 200 التذكره الدعوات الحفل كان 200 مليون دولار. yeah. بنتكلم في مبلغ خيالي طبعا. ده رقم طبعًا يعني رقم رهيب، ميزانيه الدول يعني. بالظبط طبعا. طيب في الحفله ده تفتكر ان الناس بيعلق معاها ايه اكتر، اللي كان لبسه احلى ولا اللي كان لبسه اغرب؟ الاغرب الأغرب طبعا، لان في الاخر ده مش فاشن شو. ما كانش فاشن شو بيلبسوا مثلا موديلات مختلفه او قصات جديده، بيعتمد على الاغرب المرتبط بالفكره المقدمه من مجله فوق. طيب ليه الفنانين بتبقى مهتمه ان هم يروحوا الحفله دي؟ يعني بيفيدهم في ايه؟ هو يعتبر ريد كاربت بيعرضوا فيه شهره، دعايه ليهم، ترند، عايزين مثلا يبقوا ترند باللبس اللي هم لابسينه. وفي ناس اصلا يعني في منهم اصلا معظم لبسهم غريب، يعني طول عمرنا دول ليبا او ريهانا هم اصلا لبسهم غريب، يعني حتى لو هم في الحفلات الطبيعيه هم بيلبسوا غريب. فتخيل لما يجي حفله زي حفل الميت جالا اللي هو اصلا غريب، فبيبقى الفرصه مواتيه ليهم جدا انهم يلبسوا حاجات غريبه يعني. فدي اصلا تبقى شخصيتهم. ومعظم المشاهير اصلا لبسهم غريب الفتره الاخيره، يعني مش حاجه مستحدثه. يعني اعتقد اخر 10 سنين لو بصينا ريد كاربت على مستوى العالم حتى في الاوسكار في كل المناسبات ليه لبسهم غريب جدا. صح. مش كل الناس بيلبسوا حلو. مزبوط. يعني مش فكره اناقه او فكره حاجه شيك، لا، الاغرب عشان تطلع ترند وتبقى اشهر وتنتشر على مستوى العالم، عشان في الاخر الحاجه الغريبه بتلزق في العين. صح. بطريقه سريعه جدا يعني. طب خلينا نشوف شويه ازياء من اللي كانت موجوده في المتجر. تمام يا فندم، اتفضل. دواليبا لبست حاجه من شانيل 92 من تصميم كارل لاجرفيلد، جابت حاجه كلاسيك قديمه جدا ولبستها بدون اي تعديل. فبالتالي ده يعني ده ما نقولش عليه غريب، ولكن حاجه شيك وفي نفس الوقت ملتزمه بالقاعده الموجوده في هو اصلا الفستان حلو قوي بجد، شيك جدا طبعا. فظيع. وحاجه كلاسيك الموديل الكلوش الجرسي اللي كانت موجود زمان عمره ما بيقدم. لا اطلاقا اطلاقا. كاردي بي لبست الحاجات برضو كلوش شكل الورد، يعني طله بتجمع بين الفورمال وبين السواريه. طبعا احنا مش هناخد عليها، وصعب انها تنتشر، لان في الاخر حاجه ميكس بين الفورمال والسواريه، ولكن حاجه برضو مش هنتكلم عليها بقواعد التصميم. في الاخر هي برضو احنا بنتكلم في قواعد الحفل مش قواعد التصميم او قواعد الاناقه. على الحفله وفي الاخر التزام بالتاكيد يا فندم، بالتاكيد طبعا. ده القط بتاع كارل، واعتقد هو كتف وصيته ان هو يرث بعض من الثروه بتاعته. جاريد ليتو لبس التصميم، طبعا هو مش تصميم، هو لبس لبس القطه نفسها. لان القطه دي كانت اللي انا عارفاه ان هي كانت قريبه جدا من كارل، وكاتب لها جزء من ثروته. فطبعا يعني كان قريب جدا منه طبعا. ده هو نفس القطه. لبس الماسك طبعا، فبقى شكله شكل القطه بالظبط يعني. برضه كاردي بي برضه تستنى بس بزاويه ثانيه. بس بزاويه ثانيه. ده المصمم كارل لاجرفيلد. على فكره العلامه التجاريه بتاعته كانت النضاره والشعر والوش. بس مفرغه، يعني الفيكتور بتاعه نفسه مفرغه بس. أيوة الوش. صح. كان ده العلامه التجاريه بتاعت كارل لاجرفيلد. الحفله كلها كانوا لابسين فيها ابيض واسود، اشمعنى؟
يعني وفاء لي طبعا ريهانة مش هقدر طبعا اللي اصلا لبسها اصلا غريبه يعني هو اصلا لبسها طول عمره غريب بس ريهانة نفسها شويه زي كاردي بي يعني ده ابيض وده اسود نفس فكره الورد نفس فكره الورد هو ده برضه من افكار من تصميماته بس هي طبعا بيزودوا شويه بعض التعديلات عليه في كذا زاويه ممكن يشوفوا وشها طبعا هو لبسها اصلا في الطبيعي بتاعها غريب فاحنا متخيلين لما يكون في حفل زلمية غلا طبعا لما يبقى اغرب واغرب فبيدي النتيجه اللي احنا شايفينها دي مظبوط طب كيم كارداشيان طبعا كيم كارداشيان لابسه كله لقلق لان كمان انا عرفت ان كارل كان هو اللي طلع في شانيل فكره البيرلز او اللقلق على الشنط والحاجات دي فكره الهاند ميد طبعا الهاند ميد ده هو ما كانتش منتشره قوي في الخمسينات وهو بدا يدخلها بعد كده اما ابتدى ياخد تصميمات شانيل طيب بعيدا عن المات جالا كان في كمان حفل تتويج تشارلز اكيد طبعا اتفرجت عليه طبعا حفل كارثي طبعا كارثي بكل مخيط طبعا طبعا ليه بقى طلعت كارثيه كلها يعني صعب انت تطلعي طله ملكيه تعجبك يعني المفروض كل ملوك العالم كانوا موجودين على مستوى العالم كله وبعض الشخصيات العامه وبعض الفنانين وبعض النجمات صعب تطلعي لي من كل دول تلات او اربع طلات تقول عليهم انه طله ملكيه او طله لطيفه او طله فيها اناقه يعني طب خلينا نروح نشوف دلوقتي مع بعض اطلالات الاميرات نشوف اطلالات الاميرات طبعا دي طله اميره كيت لابسه الحرمله وعليها النياشين او الحاجات اللي قدامنا طبعا كان ممنوع كان الملك تشارلز كان مانع ان هم يلبسوا التيجان فلبست بس مجرد شريط فيه ورد سياره مثلا مجرد بس انه شريط ورد يعني ما اعتقدش حاجه بيكون تاريخيه قسم رسمي بروتوكول يعني اعتقد بروتوكول يعني ما بينفعش تلبس حاجه ثانيه اعتقد بروتوكول وان كان في بعض يعني الملكه نفسها لابسه فستان عادي يعني الملكه يعني اعتقد ما فيش مش ممكن نلاقي حاجه كارثيه اكتر من كده يعني الملكه كاميلا لابسه فستان طويل جدا في بعض الصور هنشوفه كان شايلين الديل بتاعها عشان المطره والطينه مش مهندم خالص في المكوى بتاعته طول بزياده فما اعتقدش ان دي كانت طاله مناسبه لملكه بتتوج في 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 يوم تاريخي بالنسبه لها وبالنسبه للعائله الملكه كلها. يمكن طبعا طبعا في هاند ميد كتير في شغل عالي طبعا كثمن ككوست طبعا عالي ولكن في الاخر النتيجه بتاعتنا مش حاجه ذات اناقه يعني صعب ان حد يقلدها او ناخد من منها موضه لواحده ممكن تلبسها في مناسبه ما. وما كانتش لاقي عليها اطلاقا يعني. طب بالنسبه لتشارلز طبعا يعني اكيد الملكه ماكسيلا ملكة هولندا ملكة الأناقة في أوروبا أعتقد هي اللي عملت ميزان الأناقة في المناسبة دي بس ده حل جدا جدا هي عدلت ميزان الأناقة يعني أعتقد بعد الطلات الكارثية اللي موجودة في الحفلة الملكة ماكسيلا في الآخر هي ادتنا طلة أنيقة جدا سيمبلي جدا على فكرة كل لبسها كده يعني فعلا طلات أميرات من أشيك الأميرات على مستوى أوروبا على مستوى العالم حقيقي. بتعرف إزاي تلبس بتعرف إزاي تختار الألوان بتاعتها لون واحد فقط مجرد بس الـ الكاب القبعه اللي هي لابساها فادت منظر في غايه الشياكه. اوكي. الملكه رانيا يعني في الاخر فستان شيك ما نقدرش نتكلم عليه حاجه ولكن طبقا للبروتوكول بتاع الحفله فممنوع ان الكتفيه يبان. ملكه اسبانيا اعتقد حاجه في منتهى الشياكه وان كانت القبعه بتديها مظهر غريب شويه يعني اعتقد حاجه سيمبلي جدا راقيه جدا الشوز مع التاير في غايه الشياكه الهاند ميد اللي موجود على الصدر الجبير المعمول في غايه الدقه الكلوش الموجود في الجاكيت من فوق بالكسرات حاجه برضو في منتهى الجمال اللون هو لون واحد يعني عشان الموضوع في الاخر دي ملكه مش المفروض تلبس الوان كتير ولكن القبعه ادت نظر لحد ما غريب او احنا مش متعودين عليه في 2023 يعني احنا مش في القرون الوسطى او يمكن البروتوكول بتاعهم بيفرض حاجه زي كده بالذات ان الملك لابس برضو اللبس الملكي بتاعه من القرون الوسطى اعتقد البريتني اعتقد لابسه طله يعني مش ممكن يكون حفل زفاف ملك زي تشارلز مش ملكية تلبس لا هي مطربه لا بقول لك الطله مش ملكيه الطله يعني لو بنتكلم بتاع هي طله من القرون الوسطى والمفروض كتصميم كويس يعني برضه خلينا يعني ندي كل حاجه حقها التصميم كويس جدا شيك جدا بيفكرنا بامارات القرون الوسطى نيجي للتنفيذ مش ممكن الكسرات بيكون بهذا الشكل يعني الكسرات اللي نشوفها في السكيرت من تحت نشوف الصدر نشوف الكمين نشوف الكلافز يعني مش ممكن يعني ما تكونش اتكوى بالطريقه المناسبه الكسرات الموجوده ورا تحت البليزر من تحت حاجه في منتهى الغرابه السكيرت برضو من ورا لو في صور جانبيه برضو هنلاقي حاجه في منتهى الغرابه فمش ممكن تكون معزومه في حفل اسطوري زي ده ومش مختاره خامه يعني ما اعتقدش ان هو ما اتكواش يعني مؤكد ان هيتكوت مره واثنين وثلاثه
بس اعتقد ان هي كان لم يجانبها التوفيق في اختيار الخامه اللي التانيه واقفه معاها طول الحفله، بالذات الاحتفالات دي اعتقد تقعد فتره طويله طبعًا. يعني ما تقعدش ان الموضوع بيبقى نص ساعه او ساعه، اعتقد بتروح وتقعد على كرسي والعربي، فاعتقد يعني لم يحالفها التوفيق اطلاقا في اختيار الخامه اللي ادت الشكل ده في النهائي. بس انا ساعات بحس ان الواحد ساعات وهو بيجي يعمل فستان او يشتري فستان، انا مثلا عن نفسي دايما اختار ماتيريال، مع ان في ماتيريالز بتبقى حلوه قوي 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 ما يعني الواحد بيبقى عايز يلبسها، بس انا مثلا ابعد قوي عن الحاجه اللي بتتكرمش بسرعه، ما احبهاش. اكيد طبعا. بس مثلا كتان، لا هنيجي لموضوع الكتان ده بالذات. الكتان ده موجود من ايام الفراعنه طبعا. الكتان من افضل الخامات اللي موجوده على مستوى العالم. انا بقول لك بتبقى حلوه جدا نظرا للنعومه بتاعتها والنفاذيه بتاعتها. يعني النفاذيه يعني ايه؟ المسافات البينيه في النسيج واسعه، فبتدخل هواء، فبالتالي في الصيف احسن حاجه للصيف بالظبط. كانت المشكله بتاعتها لحد نهايه التسعينات المكوى بتاعتها. بعد كده حصل اضافات كيميائيه للخامه نفسها فبتخليها تبقى مفروده طول الوقت، فبقى الكتان ناعم وفي نفس الوقت بيبقى مشكله المكوى انتهت. ففكره ان حد دلوقتي يقول ان الكتان بيتكرمش، لا، كل الكتان الطبيعي بيتضاف له مواد كيميائيه، بيدخل حاجه اسمها الفرن ده معالجات كيميائيه بتبقى موجوده في المصنع، بيبدا ياخد الخاصيه بتاعته ان هو بيتفرد ويبقى مفروض طول الوقت. بس لا، هو برده يا محمد يعني في براندات عالميه بيستخدموا الكتان وهم معروفين باللاينز بتاعتهم ان هي كتان، وبراندز بتكون يوروبيان وكده، وبيبقى واخدين الكتان مش حاطين فيه اي نوع من اي مواد تانية علشان يكون مفروض وبتاعه، فعلا الواحد بيبقى نازل شكله لابس مهندم. انت لو اعتمدتي على الكتان 100% بيور بالظبط، يبقى انت مش هتقعدي نص ساعه بيه. انت مجرد ما تنزلي من السلم وتركبي العربيه بتاعتك او تروحي المشوار خلاص الموضوع هينتهي، ففي الاخر ما انت مش هتاخدي كل حاجه، مفيش حد بياخد كل حاجه، يعني مفيش حد هياخد كل حاجه في طب الدنيا. طب انت بتبعد عن الكتان ولا بتستخدم الكتان؟ استخدم الكتان بالمعالجه بتاعته. بالمعالجه. من بعد 99 يعني، بعد يعني 98 99 بدات تنزل الخامه الكتان، بينضاف لها الحاجه الكيميائيه، المواد الكيميائيه، فبالتالي بتتفرد، فبالتالي باخد الكتان كشكل ونوع. وهي بتتباع كده؟ خلاص بتنزل هي بتتباع كده. خلاص أوكي. الموضوع انتهى خلاص، يعني من التسعينات الموضوع انتهى. اللي اذا بقى في بعض الحاجات اللي هم بيطلبوا كتان 100% طبيعي، ولكن ما اعتقدش ان هو في الفتره الحاليه بالنسبه لنا هيبقى ملائم، بالذات في الفورمال في الاخر كاجوال الفورمال طبعًا. يعني مش هيبقى حاجه لطيفه ان تلبسي الشميز بتاعك او البنطلون او السكيرت وتمشي بيها تلاقي الموضوع فيه كسرات او فيه كرمشه، مش هيبقى حاجه لطيفه بالنسبه لك. فبالتالي المعالجه الكيميائيه قللت شويه من الجوده بتاعته، ولكن اضافت لنا حاجات تانية، يعني جوده الملمس والخامه. أيوة. ولكن اضافت لنا في الخامه في الحاله الوظيفيه بتاعته ان هو بقى اشيك ممكن يستمر معايا طول اليوم، مش قلقان منه. طيب هنستغل وجودك معانا النهارده، عايز اعرف الصيف 2023 الموضه والالوان. الوان الصيف دايما متعودين على الانطلاق، على الجمال، حاجات اللي غير الشتاء بيبقى اكثر تحفظا، الوان الغامقه، الوان الداكنه. لما الصيف السنه دي طبعا يعني في انتشار قوي للالوان، الطبيعه، الورود، الفلاورز، السماء، الوان الفواتح، الخامات المريحه جدا زي الاقطام، زي الالوان المطبوعه، زي برضه زي ما بنتكلم في الكتان. في الكتان دي يعني اعتقد من افضل الخامات على مستوى العالم في الصيف طبعا. يعني في الاخر اللي بيحكم بيننا الصيف او الشتاء ان المسافات البينيه اللي جوه النسيج كل ما هي بتبقى مفتوحه اكتر كل ما بيدخل هواء اكتر، فبالتالي بتقلل من درجه حراره الجسم طبعا. فعشان كده دايما احنا بننصح بالكتان او الخامات الطبيعيه علشان تبقى فيها امتصاص دخول الهواء، فبالتالي بيهدي الحراره اللي موجوده عندنا، وبالذات احنا في مصر درجه الحراره لحد ما في الكام سنه الاخيره بتبقى حر، الكام سنه الاخرين الموضوع بقى حر جدا يعني. فاعتقد الخامات دي بتبقى الطف مع الالوان المبهجه بتاعه الصيف، فحاجه في منتهى الجمال يعني. طب الاشكال نفسها، الديزاينز او التصاميم بتاعه اللبس، الكلوش الواسع، الفساتين الكلوش الواسع، مفيش ضيق يعني. لا يعني بعدت خالص، بالذات في الصيف لا تطاق يعني. يعني بالذات في عندنا في مصر الموضوع بقى صعب جدا انك تلبسي حاجه مرميد مثلا في الصيف، الا طبعا في السواري يعني. السواري احنا بنتكلم دي حاجه ثانيه، احنا بنتكلم في الكاجوال او المسابقه، حاجات الصباحيه او حاجات الشغل. فبالنسبه للفورمال او بالنسبه للكاجوال اعتقد الحاجات الواسعه بتبقى اشياء كتير، والالوان الفاتحه علشان الحر والشمس والاجواء دي. طيب محمد، لو حد عايز يدخل مجال الازياء تنصحه بايه اول خطوه المفروض يعملها؟ ولازم ياخد كورس الاول طبعا. لازم يتعلم يعني. بس ايه هي الكورسز يعني؟ مش فين، بس ايه هي نوعيه الكورسز؟ هو لو هو لسه صغير في السن يعني، انا مثلا اخدت القرار ده وانا في ثانوي، فبالتالي لما دخلت جامعه دخلت كليه فيها قسم ملابس قعدت 4 سنين، وبعد كده اخدت الماجستير بتاعي. فبالتالي الدراسه لو انت لسه في سن صغير، شوف تاخد في كذا جامعه، في فنون تطبيقيه قسم ملابس، في اقسام منزلي قسم ملابس، في اقسام في كليه تربيه نوعيه، وفي برضه معاهد، في اعتقد في مجالات كتير زي زمان يعني. زمان ما كانش في اعتقد الا كليه واحده اقسام منزلي فقط. بعد كده بقى في كليات ثانيه طبعا.
لو هو خلاص يعني عدى مرحلة اللي هو الثانوي أو التعليم وعايز يدخل المجال، فأعتقد في أماكن كتير، مراكز كتير لتعليم الموضة، يبتدي في ميديولات معينة. يعني يبتدي الأول نمرة واحد التصميم، إزاي يرسم وإزاي يجيب الفكرة. يعني في الآخر التصميم مش طبعا التنفيذ ده شيء مهم طبعا، ولكن في الآخر التصميم فكرة، إنك بتجيب حاجة جديدة. ما فكرة إنك تقلد دي سهلة، أي حد ممكن طبعًا يقلدها. انما انت كمصمم لازم يجيب حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، يعني بتستحدث شيء ما كانش موجود قبل كده، بتستحدث قصه او لون او خامه او شكل معين ما كانش موجود قبل كده. فبالتالي نمره واحد الفكره، انك الاول تتعلم التصميم ازاي هتصمم او ازاي تبتدي ترسم بايدك من الافكار الموجوده في خيالك. نمره اتنين ازاي تعمل باترون، خلاص انت رسمت وعملت الفكره بتاعتك، ازاي بقى تنفذ، تقص، تجيب الباترون ازاي تنفذه وتحطه على القماش وتقصه، تختار يعني في تفاصيل فنيه كده شويه فيه. طبعا اخر حاجه خالص اللي هو التنفيذ، انت خلاص قصيت الموديل وعملته، بتبدا بقى تجيب المكنه، ازاي تتعلم على المكنه، ازاي تقفل العينه بتاعتك، ازاي لو في شغل هاند ميد، لو في قصاد، لو في تشكيل على المانيكان، وده مهم جدا بالنسبه طبعا للسواريه، 90% من الموديل السواريه دلوقتي لازم تشكل على المانيكان، لو في قصه معينه، لو في شغل. فبالتالي اعتقد الثلاث خطوات دول الاساسيين لو اتعلمتهم خلاص تبدا بقى في اول الطريق بتاعك وتعمل الموديلات اللي انت بتبدا انت بتعرفها. واعتقد ان التسويق دلوقتي اونلاين بقى افضل كتير. يعني زمان على ايامنا من ما كانش فيه نت مثلا، كان النت حاجه مستحدثه وما كانش فيها، كانش لسه فيه سوشيال، كان الخط 256 يعني ميجا، 256 كيلو بايت اعتقد النت، يعني وكان كم حد عنده، ده كان ايام صخر، ده ايام صخر يعني ايام زمان، يعني سنه 2000 مثلا، سنه 99 لما انا اتخرجت من الجامعه كان الموضوع صعب جدا. دلوقتي خلاص انت مجرد بتعمل موديل، بتجيب بتصوره كويس مع موديل بنت يكون جسمها كويس، تبدا تصور الموديلات بتاعتك وتنزلها وتبدا تعمل الدعايه بتاعتك. بالظبط، فعدد الخطوات دي خطوات اسهل كتير عن زمان. يعني محمد انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وعلمتنا حاجات كتيره قوي. تحت امرك يا فندم. ميرسي يا محمد. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده باذن الله. باي باي.